أحسن الله إليكم، تقول أطلب من فضيلتكم توجيه النصح للمسلمين بالإكثار من تلاوة القرآن وقيام الليل وتجنب الغيبة، جزاكم الله عنا خيرا. نعم، هذا مطلوب من المسلم أن يقدم لنفسه أعمالا صالحة من تلاوة القرآن وتدبره ومن قيام الليل والإكثار من النوافل بعد المحافظة على الفرائض، لأنه لم يبقى له من هذه الدنيا إلا هذا العمل الصالح الذي خرج به إلى الدار الآخرة، فليس له من دنياه إلا الأعمال الصالحة. وأما المتاع وأما الأموال وأما الجاه وأما غير ذلك من ملاذ الدنيا فإنه يفنى، ويخشى على صاحبه من مسؤوليته ومعرته والحساب عليه، فلا يبقى للإنسان إلا حسناته وأعماله الصالحة مهما كان هذا الإنسان في هذه الدنيا، سواء كان ملكا أو كان عالما أو كان رئيسا أو كان غنيا، فإنه لن يبقى له إلا عمله. نعم.